كنت راعيا للغنم، وكانت بعض الأغنام تهلك عند مورد الماء، لكنني لم أخبر صاحب الحلال بذلك خوفا منه. هل أكون آثما؟ إذا هلكت بدون تعد منك ولا تغيث منك فلا حرج عليك، لأنك لم تتعد، وكونك تخبر صاحبها أبرى لذلتك ولأجل أن لا يظن فيك ظنا سيئا. فالواجب أن تخبره بالحقيقة وما حصل لهذه الماشية وأنها تلفت بسبب كذا وكذا، من أجل أن تبرأ ذمتك من العهدة، ومن أجل أن يكون صاحبها على خبر منها ومعرفة بواقعها، ولئلا يظن بك سوءا. جزاكم الله خيرا.